صباح الخير تلاميذ البي بي، بدي اذكركم انه بهاي الفتره لازم تنتبهوا منيح على صحتكم وتبتعدوا عن الماكولات الضاره مثل المقالب. تاكلوا ماكولات صحيه غنيه بالنشويات مثل البطاطا والحبوب، بالبروتينات مثل الدجاج والبيض، وبالفيتامينات مثل الخضار والفواكه، وما تنسوا تشربوا منيح مي. انتبهوا على حالكم وخليكم بالبيت. مرحبا، كيفكم؟ اول شيء خليني اتشكر مس بستان على نصيحتها الاولى. نصيحتي الثانيه لكم هي كيف تقووا جهاز المناعه تبعكم لتحاربوا الكورونا انتم قاعدين بالبيت. ثلاث حركات رح اعطيكم اياها بتعدوها انتم من 10 ل15 مره. الحركه الاولى هي تكون بهذه الطريقه، الحركه الثانيه فيكم تستفيدوا من قناني مي موجودين عندكم بالبيت بتقوي السواعد، والحركة الثالثة كمان بسيطة وسهلة بتقوي لكم عضلات ظهركم. وهلا خلينا نروح عند مس ماريا على البيت لنشوف شو نصحت لكم. باي، تشوفكم. ثانك يو مس جويس، حركات كتير حلوة ومفيدة. هلا حبيبي، اليوم انا وتشارلي رح نفرجيكم اهمية غسيل الايدين. اهم شيء تغسلوا ايديكم باستمرار لمدة 20 ثانية على الاقل كل مرة وعدة مرات بالنهار. هلا رح نتخيل انه هذا البهار هو الفيروس. رح نحط الفيروس بالماء ونشوف الصابون كيف رح يقتل الفيروس. واو، اذا انتبهتوا كيف بعد البهار هيك الفيروس رح يبعد عن ايديكم اذا غسلتوا ايديكم بانتظام. وهلا منروح على استاذ ملحم. باي. هاي، كيفكن؟ أنا كتير اشتقت لكم ونطلع نرجع نتلاقى سوا لحتى نعمل نشاطات كتير حلوة ونتعلم سوا. أنا بدوري بحب لكم أنه أنتم فيكم تستغلوا هيدا الوقت بأنه تتعرفوا على أهلكم وعلى أخواتكم ونصير صحبة أكتر، نشوف التصرفات اللي بحبوها واللي ما بحبوها عشان نعمل التصرفات اللي بحبوها ونتجنب التصرفات اللي هني ما بحبوها فينا. وغير عن هيك فينا نعمل انه نكتشف مواهب جديده مثل ما انا هلا عم جرب اتعلم على الجيتار، وان شاء الله بس نلتقى ونشوف اذا صرت شاطر او لا. نشوفكم، باي.